النهارده هنعرض العرض الاول لفيلم تسجيلي خلف ابواب الصمت. الفيلم اخراج استاذ هيثم عبد الحميد، طبعا التحقيق الصحفي قال استاذ احمد الشامي، وهيقدم الندوه النهارده الدكتور يؤتي. في الاول احنا هنعرض الفيلم، بعد كده هيفضل الدكتور يؤتي يتكلم عن الفيلم، بعديها حضراتكم هتفضلوا بالسؤال هتجاوبوا الاسئله للاستاذ احمد والاستاذ هيثم. صوت الناس اللي خلف ابواب الصمت، سواء ده اسم الفيلم او غيره، بس اي حد خلف ابواب الصمت انا المفروض كاعلام او كسينما اوصل صوته. وعلى فكره ما عنديش حل، انا غير معني بالحل، انا اوصل صوت الناس، لان شغلي ان انا اوصل صوتي للمسؤولين وللناس كلها.